صباح الهنا والسعادة وأول الأسبوع لحد 22 نوفمبر. يا رب يبقى كده أسبوع علينا كلنا بخير وأخبارنا كمان تكون تليق بحضراتكم وفقراتنا. صباح الخير يا فندم. صباح الفل، صباح العسل، صباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم. بداية أسبوع جديد وحلقة جديدة، مجموعة جديدة بقى من الأخبار والموضوعات المهمة اللي هنتكلم مع حضراتكم فيها. وبطبيعة الحال تمام زي ما هو الحال في كل حلقة من حلقات البرنامج، مجموعة من الضيوف إن شاء الله حضراتكم تسعدوا معانا بوجودهم في حلقتنا النهاردة. صباح الفل. الويكند كان اخباره ايه؟ بحب دايما اطمن عليك اول والله حلقة يعني. مش في اظبط حالاته يعني، ما كانش ده الويكند الاسعد. انا عارفه انت عندك بعض الظروف شويه عكوسات كده بعيد عنك، بس ماشي الحال بشكل عام. بس المشكله بقى ايه؟ مش المشكله يعني، التفصيله اللي خدت بالي منها، انا فوتت مرتين ثلاثه في الاول وقلت يمكن صدفه. اليوم اللي بقى لابس فيه خفيف الجو يسقع رصاص، اليوم اللي تقل فيه الاقي الجو حر، مش عارف اعمل يعني اتصرف. وايام ننزل الصبح متقلين، بعدين بعد كده الظهر يبقى حر جدا، بعدين يرجع يعني زي ما بنقول وهنفضل نقول الفتره دي اكتر فتره ممكن حد يعيا فيها، فيا ريت تخلي بالنا جدا. طبعا. انا كان عندي على فكره برد من كام يوم بس ما قلتش لحد، بس الحمد لله. الله والله العظيم خفيت. والله احنا بنتفايرس في الاستوديو يا حضرات. والله العظيم احنا بنتفايرس في الاستوديو. لا 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 ما تقلقش والله. فانا من الناس اللي كنت فعلا برضو مخففه شويه في اللبس، فيعني جاي دور برد خفيف وخفيت طلعت منه يعني. الحمد لله على السلامه. فيعني ما حدش يستهون، ما حدش كبير خالص، وربنا يسلم يعني جميعا، ونبقى كده دايما يعني مخليين بالنا، لان زي ما بنقول الموجه الثانيه ابتدت في اوروبا، والسنه اللي فاتت ابتدت في اوروبا وبعد كده جت لنا، فهي شرسه جدا دلوقتي في اوروبا، فربنا يسترها علينا باذن الله يعني. ده ابتدت في اوروبا وابتدت هنا. انا عايز اقول لك الكام يوم اللي فاتوا كميه اخبار كلها عن مش عارف مين جاله مش عارف مين صح. جاله يعني. انا متابعه كمان احصائيات الخاصه بوزاره الصحه، ويمكن كان امبارح انا سمعت في 14 وفاه، فيعني ربنا كده يحفظنا جميعا يا رب. اللهم امين. نبدا مع حضراتكم دايما اكيد بنحب نبدا باخبار النادي الاهلي اللي تخطى ابو قير للاسمده امبارح. طبعا كلنا شفنا المباراه، فريقنا كان امام الفريق كمان السكندري في دور الثمانيه لبطوله كاس مصر، واللي انتهت بفوز الاهلي 2-1. الهدفين جابهم او احرزهم وليد سليمان، كان يعني ماتش جميل جدا، وكده نقدر نقول ان الفريق بتاعنا بقى هيقابل نظير الاتحاد السكندري في النصف نهائي البطوله. المباراه دي خليني اقول لحضراتكم اكيد بتعدى بروف هنا قوية للأهلي قبل بقى مواجهة الزمالك اللي احنا كلنا بننتظرها، هذه يعني البطولة في نهائي دوري هنا أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة. اطمأن كمان الجهاز الفني على جاهزية معظم عناصر الفريق، خاصة اللاعبين اللي لم يشاركوا بقى في المباريات الرسمية ده خلال الفترة الماضية علشان بمشاركتهم في لقاء أمس. نتمنى السلامة زي ما بنقول، ويوم 27 ده أعتقد كلنا في انتظار بإذن الله الفرحة يعني، وعايزين نبقى نعرف بقى في السوشيال ميديا ممكن نكتب هتتفرج على المباراة فين اللي هي القادمة، ونشوف كده الناس هتتفرج فين يعني. أنا لحد دلوقتي مش عارفة هتفرج فين. مش مهم نتفرج فين، مهم الأهلي يفوز بإذن الله بغض النظر بقى، ربنا يصلح الحال إن شاء الله. طيب، خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قال إن وليد سليمان اشتكى من الإصابة بإجهاد في العضلة الضامة عقد مباراة أبو قير للأسمدة، وأكد إن اللاعب سيخضع للفحص الطبي النهاردة إن شاء الله من أجل الإطمئنان على حالته، وأشار إن حالته مستقرة ولكن الفحص الطبي ده من أجل الإطمئنان عليه. طبعا وليد سليمان كان نجم اللقاء امبارح بتسجيله هدفين، الأول في الدقيقة 15 والهدف الثاني في الدقيقة 26 من عمر المباراة من ضربة جزاء. أعلن كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي دخول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي معسكرا بقى مغلقا هنا ابتداء من اليوم، وده حتى الانتهاء من المباراة المرتقبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها هتكون مساء 27 نوفمبر الجاري، ده هتكون باستاد القاهرة، وهيخوض الفريق بقى مرانه اليوم على ملعب التتش وران على طول، وهيدخل بعد كده المعسكر عقب المران مباشرة. قرار بدء معسكر مبكر جه عشان يبقى فيه توفير للمزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين وتركيزهم قبل مباراة يوم الجمعة الجاية إن شاء الله، ويأجرى الفريق مسحة طبية عقب مباراة أمس للاطمئنان على حالة اللاعبين. وكمان نقدر نقول إن إقامة معسكر قبل اللقاء ده بخمس أيام كاملة بيمنح الجهاز الفني واللاعبين كمان قدر كبير جدا من التركيز قبل المباراة المهمة المرتقبة أمام الزمالك إن شاء الله يوم الجمعة القادم. تعالوا بقى نكمل اخبارنا مع حضراتكم. امبارح سعد ابو المعاطي رئيس نادي ابو قير للاسمده الحقيقه واعضاء مجلس الاداره كانوا حريصين على اهداء درع ناديهم الى النادي الاهلي، وده جاء على هامش المباراه اللي اقيمت بين الفريقين مساء امس على استاد الجيش في برج العرب
في دور الثمانية لبطولة كأس مصر لكرة القدم. تسلم الدرع طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في حضور العميد علاء صلاح مدير أمن مقر النادي بالجزيرة وسمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم. وجه أنديل الشكر إلى مسؤولي نادي أبو قير ونقل لهم كمان تقدير مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب على هذه اللفتة الطيبة. وأكد سعد أبو المعاطي تقديره للنادي الأهلي وقال إن مواجهة اليوم تعتبر فرصة ذهبية للتأكيد على عمق الروابط التي تربط مجلس إدارة نادي أبو قير بالنادي الأهلي وكل مسؤوليه، وتهنئتهم كمان بالتتويج بالفوز بدرع الدوري هذا الموسم للمرة 42 في تاريخ النادي الأهلي وأيضا الخامسة على التوالي. طيب نروح بقى لقرعة الموسم الجديد للدوري. الاتحاد المصري لكرة القدم قرر إقامة قرعة الموسم الجديد للدوري الممتاز، ده هيكون بكرة يوم الاثنين بحضور مندوبين الأندية المشاركة في المسابقة. بواقع هنا مندوب عن كل نادي هيحدد الملعبين بقى الأساسي والاحتياطي لفريقه، وكمان اللي هيكون طبعا عليهم مباراته، مستوفين هنا مواجهة كمان الجهة المالكة، أكيد موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية. ده هيكون بالإضافة لتحديد أرقام قمصان اللاعبين. خلينا نقول هنا كمان جدير بالذكر ان اتحاد الكره حدد يوم 9 ديسمبر المقبل موعدا لانطلاق مباريات الموسم الجديد لمسابقه الدوري الممتاز. امبارح كمان كان في مباراه جميله جدا على هامش قرعه دوري الوزارات اللي كنا اتكلمنا عليها مع كل حضراتكم قبل كده، وانه لاول مره بينظم في مصر تحت رعايه رئيس مجلس الوزراء. المباراه شارك فيها وزراء الشباب والرياضه والتعليم العالي وايضا مجموعه من نجوم كره القدم منهم عبد الحميد بسيوني واسلام الشاطر، وبطبيعه الحال الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي بقياده شوقي غريب ووائل رياض واسامه عبد الكريم ومعتمد جمال ومعتصم سالم، وايضا الحكام امين عمرو وسمير عثمان وايمن دجيش. انا شايفه صوره فيها عناصر نسائيه، بس هل لعبوا ولا لا تفتكر؟ لا متهيألي يمكن كانوا من ضمن الحضور، او قد يكون بدل ما اقول لك معلومه. عايزين نعمل احنا عندنا بقى برضو كده مره نلعب ماتش ونلعب مع بعض، نجيب اللي هو الرجال والنساء برضو مع بعض بتوع القناه ونبتدي نلعب ونشوف كده الدنيا هتوصل لايه. بس خلي بالك والله ممكن، او هو احنا اعدادنا اقل فممكن برضو يبقى في عناصر نسائيه. طب ممكن نعمل تقسيمه هنا في الاستوديو على فكره، لو جبنا الحاجات دي على جنب هنا تبقى في الملموم كده، نعمل ايه بطوله على الضيق مع نفسنا. لا بجد والله تبقى حلوه لو جدا عملنا. والله ليه لا. طيب نروح دلوقتي بقى اخبار النادي الاهلي زي ما احنا متعودين مع حضراتكم بقى، ونشوف كده ايه الاخبار مع زميلنا العزيز جدا مينا ماهر مراسل قناة الأهلي من مقر النادي بالجزيرة. مينا أنا وكريم بنصبح عليك، وقول لنا كده أخبار النادي إيه معاك، تفضل. صباح الخير يا نهواند، صباح الخير يا كريم، صباح الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وإن شاء الله يكون يوم مليان بالتفاؤل والخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي وكل مشاهدينا. يعني يمكن في البداية قبل ما أبدأ كلامي حابب أبارك للنادي الأهلي، يعني يمكن افتتاح بوابة هي في خلفي بين يمكن افتتاح بوابة جديدة هنا فرع النادي الأهلي بالجزيرة. يعني النادي الأهلي معودنا دايما على كل ما هو جديد، مش بس في البوابات لكن في جميع الخدمات لجميع الأعضاء. يعني عايز قبل ما ابدا كلامي برضو اشيد بجهود الامن وعمال النادي الاهلي ان هم مركزين كويس جدا على يعني تنفيذ جميع الاجراءات الاحترازيه يعني المحطوطه من قبل وزارتي الشباب والرياضه ووزاره الصحه. يمكن النادي الاهلي بيقوم بدور كبير جدا لتفادي تفشي فيروس كورونا. يمكن في مجهود اللجان بالنادي الأهلي، يمكن ندوة كان في ندوة أمس عن البورصة المصرية والأنشطة المتعلقة بها تحت عنوان أساسيات الاستثمار في البورصة، وطبعا كان في تطبيق كبير جدا ومشدد لجميع الإجراءات الاحترازية في فرع النادي الأهلي هنا بالجزيرة. وايضا كان في اجتماع للجنه العضويه بالنادي الاهلي مع المتقدمين الجدد يعني بالاشتراك لفروع النادي الاهلي برئاسه طارق انديل، ومناقشه كل الامور المتعلقه بالتجديدات والاشتراكات من قبل الاعضاء. نروح بقى لفرق رياضيه في النادي الاهلي. يعني يمكن احنا لسه بنبدا يومنا والجو ساعة شويه، لكن في ابطال النادي الاهلي بيبداوا تدريبات السباحه حوالي الساعة 5 صباحا تنتهي على مدار اليوم. انتهت الآن بالفعل تدريبات السباحة لفرق النادي الأهلي استعدادا طبعا للموسم الجديد. أيضا حققت بنات يد الأهلي مواليد 2006 ب الفوز على فريق نادي الزمالك جيم بنتيجة 34-28 في إطار بطولة الجمهورية. وأيضا بنات يد الأهلي مواليد 2006 ألف
حققوا الفوز على فريق نادي الزمالك ألف بنتيجة 29-23 وأيضا في بطولة الجمهورية. وسيدات الأهلي تفوز فوز كبير جدا على فريق مدينة نصر بنتيجة 52-16 في إطار بطولة الدوري المصري. طبعا دي سلسلة من الانتصارات للنادي الأهلي، فرق اليد سيدات متعودين عليها، يعني إن شاء الله يكلل تعبهم بالفوز بجميع البطولات هذا الموسم. نروح بقى لفريق كورة. زي ما احنا شفنا مبارح فريق كورة قدر يفوز على أبو قير للأسمدة في بطولة كأس مصر والتأهل لنصف نهائي البطولة. إن شاء الله هنقابل فريق نادي الاتحاد السكندري. مبارح كان أداء قوي جدا من نادي الأهلي، وهي بروفا أخيرة واستعداد أخير للقب الأهم والأفضل والمحبب لجماهير النادي الأهلي، هو لقب بطولة أفريقيا. إن شاء الله التاسعة للنادي الأهلي يوم الجمعة أمام نادي الزمالك. يمكن امس بعد المباراه كان في مسحه للاعبين هنا في ملعب مختار التتش، يعني للاطمئنان على صحه جميع اللاعبين، وان شاء الله نتيجه المسحه تطلع سلبيه لجميع اللاعبين والجهاز الفني للفريق. ايضا اكد كوتش بيتسو موسيماني ان هيكون في النهارده بعد التمرين معسكر مغلق، يعني استعدادا لمباراه نادي الزمالك. حاب ان هو يخش في معسكر مغلق ويقفل على الفرقه، خلاص بنركز، دخلنا قفلنا بطوله كاس مصر، بنركز هي مباراه 91 دقيقه تفصل فريق النادي الاهلي على تحقيق اللقب الاهم للجماهير. ايضا في خبر صار لجماهير النادي الاهلي، يعني يمكن النهارده ان شاء الله هيكون مشاركه اللاعب محمد هاني وعلي معلول. يعني كان في طبعا محمد هاني كان بيشتكي من اصابه، وعلي معلول بعد العوده من مباراه المنتخب النهارده ان شاء الله هيشاركوا في التدريبات الجماعيه. يمكن فريق النادي الاهلي كامل مكتمل الصفوف استعدادا لمواجهه نادي الزمالك، ولكن باستثناء اثنين لاعبين كهربا وصالح جمعه. يمكن كان في كلام ان هم هيعملوا مسحه الايام، يعني النهارده او بكره ان شاء الله، وان شاء الله يعني نسمع خبر صار ان المسحه تكون سلبيه ويقدروا يشاركوا مع اللاعبين استعدادا لبطوله افريقيا. وايضا اكد دكتور خالد محمود طبيب فريق النادي الاهلي، يعني طمنا على سلامة اللاعب وليد سليمان اللي كان عنده يعني إجهاد بسيط في العضلة، لكن بيقول إن هو إن شاء الله هيخضع لفحص طبي النهاردة يطمنوا على سلامة اللاعب، ولكن هو بيقول يعني إن شاء الله هيكون جاهز بنسبة 100% لمباراة النهائي الأفريقي. إن شاء الله يعني يكلل تعب الفريق وتعب كل الجهاز الفني ويفرحونا بالمكسب والفوز بالبطولة التاسعة لنهائي أفريقيا إن شاء الله يوم الجمعة. أنا هنا في النادي الأهلي بالجزيرة معاك، ولو في أي استفسارات أو أسئلة على مدار اليوم عودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. والله يعني يا مينا احنا بنشكرك أنا وكريم، وبجد بنكون سعداء وانت معانا، يعني من المراسلين الشاطرين جدا حي في قناة الأهلي، شكرا ليك. طيب تعالوا بقى نكمل جولتنا الصحفية بالتعرف على آخر الأخبار الرياضية في المواقع والصحف المحلية والعالمية مع الزميلة العزيزة مريم سميح مراسلة قناة النادي الأهلي من داخل مقر جريدة اليوم السابع. مريم صباح الفل عليكي وسمعينك، وهاتي ما لديك من أخبار وعناوين ومنشطات، اتفضلي. صباح الفل يا كريم، صباح الفل يا نهواند، وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا بيتجدد اللقاء الصحفي وأبرز المنشطات والعناوين الصحفية من داخل مقر جريدة اليوم السابع. طبعا هنبدأ بالمنشطات اللي تناولت فوز النادي الأهلي على أبو قير للأسمدة في الدور الثمانية لبطولة كأس مصر. البداية من موقع اليوم السابع، الأهلي بيهزم كفاح أبو قير للأسمدة ويصعد لمواجهة الاتحاد في نصف نهائي الكأس. طبعا موقع اليوم السابع يعني تناول خبر أو صعود فريق النادي الأهلي لنصف نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز أمس السبت على أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما أمس السبت على استاد برج العرب في دور الثمانية لبطولة كأس مصر. وبذلك بيلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي في 1 ديسمبر المقبل.
كمان من موقع في الجول، ثنائية سليمان تهزم اجتهاد أبو قير في بروفة الأهلي الأخيرة قبل نهائي القرن. تناول موقع في الجول إن المباراة التي أقيمت أمس في دور الثمانية لبطولة كأس مصر كانت عبارة عن بروفة للنادي الأهلي قبل طبعا أن يخوض مباراة النهائي نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل. كمان الموقع في الجول إن قبل 6 أيام من نهائي القرن بين الأهلي والزمالك على نهائي دوري أبطال أفريقيا تأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر على حساب أبو قير للأسمدة بالفوز عليه بالمباراة اللي وصفها موقع في الجول بأن هي مباراة متكافئة على استاد برج العرب 2-1. وطبعا يعني ذكر موقع في الجول إن وليد سليمان سجل مرتين في الشوط الأول. من موقع سوبر كورة، بعد ثنائية أبو قير وليد سليمان رابع هدافي الأهلي التاريخيين في كأس مصر. أصبح وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأول كرة القدم بالنادي الأهلي رابع هدافي الفريق في بطولة كأس مصر بعد يعني إحرازه أمس هدفين في المباراة التي جمعت بين الأهلي وأبو قير للأسمدة. طبعا يأتي ترتيب هدافي الأهلي في بطولة كأس مصر كالتالي: الأول عماد متعب ب 19 هدف، وأبو تريكة بتسع أهداف، ومحمد فضل في المركز الثالث بثمان أهداف، وليد سليمان أصبح في المركز الرابع برصيد 6 أهداف بالتساوي مع عمرو جمال وخالد بيبو. ننتقل لأخبارنا العالمية اللي كان ليها الحقيقة يعني نصيب الأسد في أغلب المانشيتات النهاردة. من موقع CNN Sports، فوز توتنهام على مانشستر سيتي وتصدر للدوري الإنجليزي. ارتقى توتنهام إلى قمة الدوري الإنجليزي بريمير ليج مؤقتا بعد الفوز على ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت أو جمعت الفريقين أمس السبت ضمن الجولة 9 من المسابقة على استاد توتنهام هوتسبير. رفع توتنهام رصيده بهذه النتيجة إلى 20 نقطة في المركز الأول بجدول الترتيب ده مؤقتا قبل مواجهة ليستر سيتي وكمان ليفربول، واللي قد تدفع الفائز بالصدارة أو التساوي مع السبيرز على القمة. واصل مانشستر سيتي معاناته في جدول الترتيب علشان يبقى في المركز العاشر برصيد 12 نقطة وليه مباراة مؤجلة. من صحيفة سبورت، كانت الخسارة الجديدة لبرشلونة أمام أتلتيكو مدريد هي العنوان الأبرز. صحيفة سبورت الكتالونية يعني انتقدت طريقة الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة أنه يحتاج إلى الكثير من العمل خلال الفترة المقبلة، ده طبعا بعد هزيمة برشلونة أكتر من مرة خلال الفترة الماضية. كمان صحيفة سبورت قالت أن كومان عنده نقطة ضعف واضحة جدا في محور خط الدفاع في الفريق. كمان قالت انه مع الاصابات اللي ضربت الفريق كان ده ليه تاثير كبير جدا او سبب في الخساره اللي تعرض ليها برشلونه. طبعا يعني ابرزت صحيفه سبورت الاصابات اللي ضربت بيكي وأومتيتي، ولم تتوقف الصحيفه كمان عن انتقاد كومان، بل انتقدت كمان يعني اغلب لاعبي الفريق وقالت ان هم ما بيأدوش احسن ما عندهم وكمان محتاجين جهد كبير جدا خلال الفترة المقبلة عشان يرجع برشلونة يحقق أهداف أو يحقق فوز خلال الفترة المقبلة. كمان من بوابة فيتو، أتلتيكو مدريد يكسر عقدة برشلونة ويهزمه بهدف. التقرير اتكلم على أن الأرجنتيني دياغو سيمواني المدير الفني لأتلتيكو مدريد كسر عقدته أمام برشلونة بالفوز عليه لأول مرة في الليجا بهدف دون رد مساء أمس في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة العاشرة. الحقيقة أن يعني بالبحث يعني في الصحف والمانشيتات أغلب الصحف العالمية كانت بتتكلم عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ورغبته في العودة مرة أخرى لصفوف ريال مدريد ومغادرة نادي يوفنتوس. لكن يعني العنوان الأبرز أو اللي تناول التقرير بشكل وافي كان من صحيفة ماركا الإسبانية، كان كريستيانو رونالدو لا يخفي تحركاته اتجاه ريال مدريد.
اتكلمت تقرير على ان يعني النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كان يعتبر بعد ما غادر ريال مدريد وخلاص كان بالنسبه له الموضوع في النسيان، لكن هو ابتدى ان هو سلوكه يتغير تماما، وكمان ابدى رغبته في العوده من جديد الى ريال مدريد. ده طبعا بعد مغادرته لنادي ريال مدريد في 2018، ومن ساعة لما غادر أو يعني منذ ذلك الحين لم يرغب في معرفة أي شيء عن الفريق ولا حتى عن قادة النادي ولا عن زملائه. ولكن يعني أكتر اللي ظهر على رونالدو في هذا الوقت إنه هو غاب كمان عن حفل توزيع جوائز الأفضل، ولكن ماركا ذكرت إن تغيرت كل مفاهيم رونالدو وعاد مرة أخرى عندما تواجد في سانتياغو برنابيو لمشاهدة الكلاسيكو يوم 1 مارس الماضي، ودي كانت البداية اللي يعني بتبين قد إيه كريستيانو يريد العودة مرة أخرى إلى صفوف ريال مدريد. كمان ده بعد ما كانت انقطعت كل العلاقات بكل القائمين على النادي. كمان أكدت ماركا إنه هو التقط صور عديدة جدا ونشرها على سواء انستغرام او تويتر او مختلف المواقع الرسميه لي على التواصل الاجتماعي مع اغلب يعني لاعبي الفريق وابرزهم سيرجيو راموس. كمان كل ده بيتزامن مع الشائعات اللي خرجت في رغبه كريستيانو رونالدو ان هو يرحل عن نادي يوفنتوس، خاصه ان نادي يوفنتوس اعلن مؤخرا ان هو بيعاني من ازمه اقتصاديه نتيجه لانتشار كوفيد 19 او فيروس كورونا اللي هتخلي أو هتتسبب في تخفيض مرتبات أغلب يعني لاعبي النادي، وكمان النادي هيعاني من أزمة حقيقية خلال الفترة المقبلة. يمكن دي كانت أبرز أخبارنا النهاردة من مقر جريدة اليوم السابع على المستوى العالمي والمحلي. بشكركم جدا العودة للاستوديو الآن. احنا اللي بنشكرك، شكرا جزيلا لزميلي العزيزة مريم سميح، كالعادة أخبار كافية ووافية الحقيقة. احنا عندنا مراسلين جامدين يا بيه، صحيح ما عندناش أي حد، ناس بروفيشنال. شكرا ليك يا مريم، شكرا ليك يا شكرا ليك يا مين. صباح الخير. عايزه بقى اقول لك على حاجه قبل ما نكمل اخبارنا. انا بقالي فتره مع نفسي عمال اعمل نوستالجيا على اليوتيوب، حاجات اللقاءات اللي بين اللعيبه زمان لما كانوا في اوضه اللبس يعني، وكانوا بيعملوها بالمايك بتاع الاهلي، قناه الاهلي كانت هناك بتصور في الكواليس وحاجات زي كده. بقعد اتفرج بقى على انترفيوز، كان كابتن محمد بركات بيمسك المايك ويقعد يعمل انترفيوز وهم راجعين بالطياره وحاجات زي كده. مش بضحك، انت مش فاهم قد ايه اللقاءات دي جميله. وكابتن محمد بركات انا من الناس بحبه جدا. سكر. لا 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 يعني بص والله وسرعه بديهه وسرعه رد فعله وافيهات حضره ايه كده، شاطر جدا والله، بيضحك جدا. أيوه واسئلته حلوه. صحيح. وكان عامل لقاءات مع معظم الفريق، يعني انا بنصح حضراتكم بجد لو حد عايز يخرج من المود يتفرج على اللقاءات ويرجع كده بالنوستالجيا، هي من زمان قوي يعني، بس يعني هينبسط قوي من اللقاءات دي بجد. حلو. قعدت والله نص يوم كامل اقعد اتفرج كل شويه. جميل. نكمل بقى مع حضراتكم الخبر اللي بعد كده. النادي الأهلي هيكون ممثل في لجنة الشباب بإشراف اللجان العليا برئاسة المهندس وليد مبروك متولي. نظم ندوة في منتهى الأهمية هنا، وهي عن أساسيات البورصة ومعاملاتها كمان، وده هيخلينا بقى نأكد دايما أن الأهلي حريص على تلبية اهتمامات الأعضاء ده في مختلف المجالات. خلينا نروح نشوف التقرير ده، وبعد التقرير هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. والله احنا بعد ما طلعنا من الفترة بتاعت الكورونا كانت الدنيا مريحة شوية، ابتدينا نشتغل والدنيا ابتدت تتحرك شوية شوية. احنا يعني الفترة اللي فاتت بنبتدي نشتغل على أنشطة بقى متنوعة، يعني حاجات مختلفة، كل لجنة بتشتغل على حاجة عشان الناس تحس باللي احنا بنعمله والأعضاء يبقى ليهم فرصة ان هم يشاركوا. يعني احنا الأسبوع اللي فات كان عندنا يعني زي مهرجان تعريفي لألعاب القوى، جالنا فيه 100 طفل عرفناهم باللعبة، اللعبة في ناس كتير مش عارفاها وبتبعد عنها. خرجنا من المهرجان ده فيه 100 طفل عايزين يشتركوا في لعبة ألعاب القوى. دلوقتي احنا بنتكلم في ندوة عن البورصة، كانت حاجة كويسة والشباب مبسوط جوه وبيتعلموا حاجة تفيدهم في المستقبل، ممكن يعملوا منها كارير لنفسهم، يعملوا منه انكم كويس يعني دخل كويس ليهم. ده موضوع لجنة الشباب كانت برضو ابتدت تتحرك بقى شوية كده الفترة اللي فاتت. عندهم كمان اسبوع هنفوت طبعا ماتش الاهلي والزمالك، ربنا يكرمنا ان شاء الله ونبقى ابطال افريقيا يوم الجمعة الجاية. من الجمعة اللي بعدها هنبتدي نعمل حاجة زي مهرجان للجري في الشيخ زايد. الأسبوع اللي بعديها هنعمل مهرجان للعجل عشان يعني تماشي مع مبادرة الدولة في موضوع درجتك صحتك وكده، هنشتغل برضو مهرجان عجل. في عندنا يوم كشفي للأطفال هيبقى في الشيخ زايد برضو.
للأطفال يعملوا يوم عن الكشافة، والدنيا يعني ماشية كويس. كان عندنا حفلة مولد النبي كانت الأسبوع اللي قبل اللي فات، كانت هنا في النادي والناس كانت مبسوطة فيها، فبننوع الشغل بتاعنا وربنا يكرم إن شاء الله، ونبقى الفترة الجاية نشتغل بكثافة أكتر. يعني كل ما بنشتغل على أنشطة متنوعة كل ما الناس بتحس باللي احنا بنعمله. احنا بنحاول نشتغل على كل حاجة. اللجنة الثقافية كمان برضو عندها حاجات هتشتغل عليها الفترة الجاية كتير، في ندوات ثقافية، في هنجيب في ندوات شعر، في على العربية بتاعت مكتبة مصر المتنقلة، فالناس حاسة باللي احنا بنعمله ان هو في تنوع، والحمد لله ردود الافعال بتجيلنا والناس بتجيلنا بافكار على فكرة. يعني في ناس بتجيلنا بافكار وتقول لنا عايزين نعمل كذا وبنعمله، يعني ربنا يكرمنا كده وان شاء الله الفترة الجاية تبقى فيها حاجة كويسة. البورصة المصرية أطلقت برنامج اسمه ستوك رايدرز. ستوك رايدرز هو ببساطة شديدة إزاي نعلم أساسيات التعامل على البورصة، شراء الأسهم وبيعها، إزاي تقدري تحددي السهم اللي أنت مفروض تشتريه، إزاي إمتى تقرري أنت تبيعيه، إزاي تختاري البروكر أو السمسار اللي بيبيع لك وبيشتري لك وشركة الوساطة. في أساسيات مبسطة جدا لتشجيع الشباب والفئات العمرية على نوع جديد من الاستثمار وخلق حركة بتعريف بالبورصة المصرية بشكل مبسط. إحنا كلجنة شباب دورنا إن إحنا نقدم إيفنتس وخدمات للشباب تكون تثقيفية وتزيد من الوعي المالي عندهم. فالنهاردة معنا بورصة مصرية بنكلم شباب إزاي يستثمر فلوس، وطبعا دي حاجة مهمة جدا للفئة العمرية دي وبس. والعدد كويس الحمد لله، ومحرصين على إنه يكون في تباعد اجتماعي. إحنا اللي بنقدمه ده أول مرة بيكون بيحصل، فحاجة زي البورصة المصرية وإنه إزاي تستثمر فلوسك وإزاي يبقى عندك وعي مالي، فدي حاجة الشباب طبعا حابين يسمعوا عنها. النادي مقدم ندوة للبورصة المصرية عامة، بيقدموا فيها من خبراء وناس أصلا متخصصين في البورصة المصرية وكده، فلا الموضوع كان يعني مفيد قوي بالنسبة كمان هو حد أصلا فدارس أو شغال أو كل الكلام ده، فإن أنت تشوفي الكلام practical أكتر من إن هو بس عملي وكده، ومن ناس كمان عندهم خبرة كويسة وكده. الإيفنت كان كويس، عرفنا حاجات يعني كنت محتاجة أن أنا أعرفها، وعرفت ايه الاساسيات بتاعت التداول يعني في البورصه والحاجات ديت، وازاي نقدر ان احنا يعني على حسب كل واحد وقته متاح قد ايه، وكل واحد على حسب ظروفه يقدر ازاي يستفيد من معرفه من التعامل في البورصه والحاجات المهمه بالنسبه لنا في الحته ديت كانفستمنت. يعني يا اهلا بكل حضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في سلسله اخبارنا النهارده منوعه، منوعه جدا. بس قبل ما نكمل ممكن احكي لكم كده على حاجه. يعني زي ما كنت بقول دايما انا بحب في الفواصل ابص على تويتر ايه اللي بيتبعت، يعني بحب يبقى فيه دايما همزه وصل ما بيننا وما بين حضراتكم يعني واحنا على الهوا. ففي واحد كاتب لنا ان هو بيتفرج علينا على اللايف ستريم وهو سايق، فبيقول يعني كنت هعمل حادثه بسببكم عشان اتفرج عليكم. فيعني هي حاجه تسعدنا الجزء الاولاني، حضرتك يعني حريص انك تتفرج عليه، بس طبعا الجزء الثاني لا اكيد ما يرضناش ابدا يعني ان حضرتك تعمل حادثه. فيا ريت اكيد لو حد سايق ما يتفرجش، لو حد بقى معاه سواق او حد وصل المقر يعني اللي هو رايحه، فده يسعدنا ويشرفنا اكيد حضراتكم تتابعونا يعني. او لو واقف اشاره ما هو برضه ما تضمنش يعني بيمشي الحال. طيب بنكمل مع حضراتكم اخبارنا. عايزين نقول لكم ان امبارح انطلق العد التنازلي في العاصمه الفيتناميه هانوي لاستضافه العاب جنوب شرق اسيا 2021، واكد رئيس لجنه العاب هانوي المنظمه ان بلاده هتبذل ما في وسعها حتى تضمن نجاح هذه البطوله في ظروف وباء فيروس كورونا وطبعا تبعاتها. وكان ايه الحيوان اللي على الجنب ده اللي هم لابسينه؟ ده كان ايه؟ كارنفال، اجواء كارنفال. ده كان اللي هو انت كمان على الكاركتر اللي أيوة. كان لابسه ده حد معروف يعني كاركتر معروف؟ ايوه مش عارفه في حيوان، بس كان في ماسكات كتير. انت بتتكلمي على اي واحد فيهم؟ كان على اليمين الاخراني اللي هو ايوه. لا مش عارف شبه حاجه انا عارفاها مش مشكله عارف. بس لا ما تهيأليش ان هو كان في فيلم انيميشن. مش عارف والله، قد يكون انا مش بتابع قوي الحاجات دي الحقيقه. يلا مش مشكله، خلينا بقى نشوف فيديو لمنافسات المرحله الاولى من موسم هنا سباقات السيارات بس الالعاب الفيديو. تصدر ميكوناس من سنغافوره ترتيب اللاعبين بعد منافسات المرحله الاولى، ومن المقرر ان تقام كمان المرحله الثانيه الخميس المقبل. عقد الملاكم سبنس جونيور حامل لقبي مجلس الملاكمه العالمي والاتحاد الدولي للملاكمه في الوزن المتوسط حصه مران بحضور مجموعه كبيره الحقيقه من وسائل الاعلام، وده كان ضمن التجهيز للنزال امام البطل العالمي الاسبق داني غارسيا يوم الخامس من شهر ديسمبر.
سبنس ما لعبش، هذا طبعا اللاعب والملاكم الامريكي ما لعبش او ما دخلش في اي مواجهه من حوالي سنه وشهرين بعد ما كان اتعرض لحادث بسيارته دخل على اثره الى عنايه المركزه، لذلك فهو متحمس للغايه لهذا النزال القوي. نروح للجولف، بيشارك بقى عملاق لعبه الجولف الامريكي تايجر وودز في بطوله بي ام سي في اورلاندو بفلوريدا الامريكيه ده الشهر المقبل في فريق ثنائي شريكا هنا مع ابنه تشارلي صاحب ال 11 عام. البطوله دي كانت بتعرف باسم تحدي الاباء والابناء، ويعني جمعت نجوم كبير من كتير جدا من اللعبه، وهتكون المشاركه الاولى لوودز صاحب ال 15 لقبا من البطولات الكبرى في الجولف مع ابنه. خليني اقول لحضراتكم برده قبل ما نشوف الفيديو، تايجر وودز يعني عملاق في الجولف عالميا، هو ولد عام 1975 وعام 2005 كمان صنف ان هو من تحب انت الحاجات دي ابوت في الاحصائيات من اغنى اللاعبين في العالم ما شاء الله الرياضيين يعني ما شاء الله طبعا ما شاء الله. بعد 300 يوم بعيدا عن بطولات التزلج العالميه عادت عملاقه هذه الرياضه الامريكيه ميكايلا شيفرين بقوه لتحل في المركز الثاني في سباق التزلج المتعرج، الكلام ده حصل ضمن كاس العالم للتزلج في فنلندا. تعرف والله الوقت بيجري، الفقره الاولى خلصت جدا يعني للاسف انا بحب الفقره الاولى جدا، ما اعرفش انت بتحب ايه، منوعه عشان منوعه وفيها اخبار من كل حته، وبعدين صحيح. اللطيف فيها كمان ان احنا بنتعرف من خلالها في كتير من الاحيان على رياضات مش مطروقه قوي يعني، فاهم ازاي؟ طيب على كل حال احنا كده الفقره الاولى خلصت، فاصل وهنرجع انا وكريم واولى بقى فقراتنا الحواريه النهارده. معانا ثلاث فقرات عن رياضات مختلفه، وفي رياضه كده يعني كمان جايه لنا من البرازيل مش هنقول لكم عليها دلوقتي بعد الفاصل. بنرحب بحضراتكم واول فقره حواريه معانا. قبل الفاصل كنا بنتكلم ان احنا هيبقى معانا رياضه مختلفه هي جايه لنا من البرازيل، هي اسمها رياضه الكابويرا، من اقوى الالعاب المفروض القتاليه اللي بتعتمد على الركلات، وبتعتبر كمان ركله الكابويرا دي يعني زي ما هم بيقولوا اقوى ضربات الالعاب القتاليه. الكابويرا من الالعاب الحديثه بمصر والوطن العربي، وبيجد فيها الكبار زي ما بيقولوا متعه في ان هم يمارسوها وكمان يشاهدوها. وعايز اقول لحضراتكم كمان معلومه صغيره جدا خدتها من ضيفنا قبل الهوا، هو بيقول لي الرياضه دي من رياضات يعني دفاع عن النفس، بس عشان تمارسها لازم كمان تعرف ازاي تغني، ميكس غريب هنفهم اكتر مع كابتن سليمان مدرب رياضه الكابويرا. صباح الخير. صباح الخير. موضوع كبير قوي شكله جدا منورنا وسعداء بوجود حضرتك معانا. وايه بقى التفصيله الغريبه اللي قالتها نهوان؟ التفصيله هي يمكن غريبه شويه بس هي جايه من نشاه الكابويرا كتاريخ. الكابويرا نشات اثناء الاحتلال البرتغالي للبرازيل، واثناء لما كانوا بيخطفوا العبيد الافارقه من افريقيا للامريكتين، فكانوا بيشتغلوا العبيد الافارقه في المزارع مع الاقطاعيين والكلام ده، فكانوا منعينهم ممارسه اي رياضه، فالعبيد قرروا ان هم يقوموا بثوره، بس هم ممنوعين ممارسه الرياضه فمش عارفين يدافعوا عن نفسهم. كان مسموح لهم بحاجه واحده بس، ان هم يعملوا الفولكلور دانس بتاعهم بعد العشاء على طول كل يوم. فخبوا جوه الفولكلور دانس كيكس، ضربات رجلين وسقطات، فبقى لما الاقطاعيين بيشوفوه ضمن الحركات الراقصه يعني بالظبط بقى فلما حضرتك تشوفه من بعيد بيتهيألك ان هو بيرقص، بس هو في الحقيقه بيتمرن وبيلعب فايت. ومن هنا جت حته ان رياضه الكابويرا عشان تبقى كابوريستا، ان انت لاعب كابويرا لازم بتعزف اربع الات موسيقيه، بتغني، بتعمل موفمنت اكروباتيك موفمنت زي الجمباز يعني فيها فلكسبيليتي عاليه جدا بلس الفايت، فهم الاربع حاجات دول جزء لا يتجزأ من الكابويرا، واللي بيحصل له دروب في حاجه فيهم ما يبقاش بيلعب كابويرا. الرياضه شيقه جدا على جدا. انا شخصيا اول مره اسمع عنها الحقيقه جدا يعني بس ممكن حد يعني يقول لك يعني ايه ادافع عن نفسي واغني صح؟ اللي بيغني مش اللي بيلعب، اللي بيغني هي الكابويرا تكوينها تبقى حاجه اسمها رودا سيركل فايت، دايره، الدايره دي بتتكون من الناس يعني اللعيبه كلهم بيوقفوا دايره، في حاجه اسمها باتيريه، الباتيريه اللي هم الاسترومنت اللي بيعزفوا الالات الموسيقيه الاوركسترا يعني دول اللي بيغنوا، وبيغنوا حاجات للكابويرا وللرياضه مش للحب، هم بيغنوا اغاني بتديك حماس وانت بتلعب كفايت مش اغاني عن الحب. لكن الفايت نفسها بتبقى فايت بالشكل الكلاسيكي المتعارف عليه ولا برضو بتبقى في ضمن اطار راقص نسبيا او حركات تبدو راقصه؟ حركات تبدو راقصه اوكي، و في جواها بيبدا الفايت. الفايت بيبقى بتاعنا طبعا الركلات بتاعتنا قويه جدا، بس احنا فينا برضو ميزه لطيفه جدا عن بقيه الفنون القتاليه ان احنا مش بنضرب ضربات وانت تصد، لا احنا بنسكيب. السكيب عندنا اسمه سكيفا، يعني ازاي ان انا لما بتديني الكيك انا مش بصدها،
ودي ميزه لطيفه قوي، لانك في اي لعبه لما بتصد بتتوجع على فكره طبعا، وبعد كده بتاخد كيك بتوجع فبيبقى الوجع مضاعف. يعني ما بتلمسوش بعض يا كابتن سليمان ولا ايه؟ لا 90% انت بتهربي بالضربه بتطلعي بتعملي كيك ثانيه، فده بيعلي سرعه رد الفعل. لكن لو ما عرفتش تهرب الضربه بتتحسب نقطه ضدك لصالح اللي ضربها يعني. طبعا، وهي اصلا المين بتاعها ان انا اخليك تلوز يور بالانس، ازاي ان انا اخليك تفقد توازنك وتقع على الارض. لما بتقع على الارض الجيم بينتهي تمام. فهي رغم ان هي حركات، فيها حركات استعراضيه وفيها اكروباتيك، بس المين بتاعها ان انا اوقعك. طب انت اشمعنى اخترت الرياضه دي تحديدا وقلت هتركز فيها وتبقى مدرب فيها وكده؟ والله هي كان حاجه غريبه جدا، قصه غريبه جدا. انا اتعرفت عن طريق حد صديقي اسمه كابتن محمد طايجه، هو اللي عرفني على الرياضه دي، وجي المدرب البرازيلي وانا كنت اخر واحد ممكن العبها عشان جسمي برده تقيل بالنسبه لها والكلام ده. وفوجئت ان المدرب قال لي انت هتبقى مدرب في يوم من الايام. انا استغربت جدا قلت له لا انا اخر واحد ممكن ابقى مدرب عشان هي محتاجه اكروبات. لا لا انت هتبقى مدرب. وفعلا مع الوقت يمكن في ناس كتير قوي انشغلت من الجروب، وبقيت انا تقريبا اللي بدات في مجموعه ورش، خدت مجموعه ورش. انا بقالي 11 سنه بلعبها ما بين البرازيل وهنا، وهم طبعا المدربين بيجوا هنا كل سنه في حاجه اسمها باتيسادو، ودي حاجه بتحصل كل سنه هنا في مصر محدش يعرف عنها حاجه كتير، ان هو المدرب البرازيلي بيجي الماستر والكونترا ماستر بيجوا بيسلموا الاحزمه وبيسلموا شهادات انترناشونال طبعا للعيبه عشان يبقوا سيرتيفايد ان هم يمرنوا وان هم يبقوا لعيبه. حضرتك قالوا لك انك برضو شبه برازيليين؟ حتى يعني دي عامله لي مشكله. اللعبه قصرت. اللعبه مش مقصره والله، من وانا صغير هي شبه البرازيل. لا بجد، بس على فكره هي الكالتشر في البرازيل احنا شبهنا جدا. اللاتينز عامه شبهنا شويه، صح؟ والبرازيل بالذات احنا شبهنا، حتى في الكوره تقريبا الناس كلها هتلاقيها بتحب البرازيليين. صحيح. الناس البرازيليين شبهنا جدا في التعامل، البلد تقريبا يعني شبه بعض الى حد كبير جدا، في حبهم للميوزك، حبهم للضحك، كل حاجه شبهنا تقريبا. بس كابتن سليمان انت بتقول ان انت شخصيا بتمارس الرياضه دي بقالك 11 سنه او بتدرب فيها بقالك 11 سنه، وبتقول ان من سنين كل سنه بيجي مدرب برازيلي او مجموعه مدربين برازيليين عشان الايفنت اللي انت حكيت لنا عليها دي، ومع هذا الرياضه مش مسموع عنها برضه. هقول لحضرتك حاجه، في رياضات كتير قوي مهضوم حقها في مصر طبعا نتيجه مع احترامي برضه يعني السبوت اللي بتبقى على الرياضات القويه زي كره القدم والكلام ده كله. طبعا تمام. انا عندي مثلا حاجات يعني قصص نجاح لناس جامده جدا في الكابويرا، من ضمنهم قصه حد اسمه محمود معايا، هو سبيشال نيد، اول واحد سبيشال نيد في الميدل ايست يمكن في يوروب كمان بيلعب كابويرا. تمام. هي. واول رياضه يمارسها في حياته واثرت في حياته جدا، ودلوقتي بقى بيساعدني في التدريب كمان. احنا شفنا فيديو فعلا ليه. صحيح بالظبط. فدي حاجات يعني مهمه جدا، وانا شايف ان الكابويرا مؤثره جدا في مصر في الفتره الحاليه بالذات. في عنف، في الاطفال كتير جدا عندهم فرط حركه، فما هي مناسبه جدا لده، بتقلل العنف جدا جدا جدا، وده حصل يمكن في افريقيا في اليونسكو اليونيسيف استعملوها لبعض القرى المتنازعه اللي كانوا الاطفال فيها بيحملوا السلاح، وفعليا اشتغلوا عليهم برياضه الكابويرا، وبقوا دلوقتي لاعبي الكابويرا مهمين جدا في العالم، وسابوا السلاح وبقوا بيسفول جدا، بقوا عايشين في سلام. بس احنا مع الكابويرا ملهاش اتحاد ومش موجوده في نادي، صح كده؟ بالظبط، لان في مشكله بس عالميه في الكابويرا. الكابويرا يمكن حضرتك ممكن تذهل ان احنا مدرستنا بس ليها 200 فرع في العالم، وفي اكتر من 2000 مدرسه في العالم. فتخيل حضرتك عدد لعيبه الكابويرا في العالم قد ايه، بس هم رافضين ان هي يدخلوها في الاتحاد او يعملوا لها اتحاد، فعاملينها كمدارس علشان خاطر يفضلوا محتفظين بالشكل البرازيلي اللي هم متعود عليه، لان هي جزء يعني من التاريخ. حاسوا ان ده ممكن ما يتحققش لو كانت مش سواء ليها اتحاد مباشر او تابعه للاتحاد ليه علاقه بالفنون القتاليه. بالظبط، كان هيحصل مشكله كبيره جدا في اختيار رئيس الاتحاد والكلام ده كله، لان بقول لحضرتك اكتر من 2000 مدرسه. فهم فضلوا ان هم يحتفظوا بيها كمدارس، وفاميليز كتير، عائلات كتير جدا على مستوى العالم، وبيحصل بطولات دوليه وبطولات عالم على فكره عن طريق المدارس دي، واحنا كنا مؤهلين السنه اللي فاتت كاول فريق عربي في بطوله عالم في البرازيل. فريق عربي اللي هو تابع للمدرسه اللي حضرتك للمدرسة فيها. احنا مدرسه كوكينو بقى. لا من غير بقى ما نقول ما, ما هي ما فيهاش. سيب لنا شيك بقى قبل ما تمشي. لا هو يعني. هو مش اعلان اصلا، هي المدارس اوريدي يعني شيء عادي وموجوده في العالم كله، يعني ما فيش اعلانات فيها. طب هل عملتوا يعني اي جهود تجاه ان يبقى الرياضه دي معروفه وليها مريدين وليها رواد وليها؟ هو اوريدي انا عندنا تيم، وعندنا تيم كبير مش صغير، بس برضو احنا شغالين زي ما بيقولوا سلولي بات شور. لازم الاول علشان انا ابقى مدرب، وحضرتك تعرف يعني حضرتك عرفتني عن طريق فيديوز ناس شافوها،
لازم الموضوع يبقى فيجوال شويه، متشاف ان انا عندي ارضيه لعيبه كويسه عشان خاطر الناس تعرف الكابويرا. وده حققناه السنتين اللي فاتوا، يمكن لولا كورونا هي اللي عطلت شويه، بس الحمد لله دلوقتي رجعنا تاني واقوى من الاول. فالفتره الجايه نتمنى ان يبقى في سبوت على الرياضات اللي زي الكابويرا والكابويرا، علشان خاطر انا فعليا حاسس ان هي ممكن تاثر في الاطفال جامد جدا. طب هو اوريدي بس يعني مارسوها دلوقتي اطفال؟ لا ولا كبار؟ معايا كبار طبعا. معايا كبار، بس انا بتكلم دايما بهتم بالطفل عشان خاطر في جانب النشء يعني. بالظبط النشء، وهي مهمه جدا كسايكولوجي، وده حاجه برضو لازم نحط عليها سبوت في المارشال ارتس عموما، المدربين ان هو يبقى دارس سايكولوجي كويس صح للاطفال. صح. غريب ان هنا يعني هي متصنفه من ضمن او تحت مظله الرياضات القتاليه اللي هي عنيفه، ومع هذا الكلام اللي انت بتقوله عن انعكاساتها الايجابيه على الاطفال. لا هو اول في دي برضو نقطه لازم نتكلم عنها، يعني ايه فنون العاب عنيفه؟ ما فيش حاجه اسمها العاب عنيفه. تمام. العاب العنيفه هي العنيفه مصنفه عنيفه للجسد، زي كره القدم لعبه عنيفه، هاند بول عنيفه، باسكت بول عنيفه. لكن المارشال ارتس اسمها فنون قتاليه. قتاليه. تمام. فنون القتاليه اول حاجه لازم حضرتك لما بتيجي تختارها بتختارها على اساس فلسفتها، هي ليها فلسفه. لان انا الطفل النهارده لما بعلمه مارشال ارتس انا بديله سلاح، صح، فهيستخدمه ازاي؟ لازم حضرتك تبص للمدرب بتاعه هيعلمه يستخدم ده ازاي. ده اول حاجه، وده الجانب السايكولوجي اللي مهمل في اوقات كتير. ان احنا شفنا في الفتره اللي فاتت فيديوز لبعض المدربين بيعاملوا الاطفال بعنف جدا في التمرين، ودي طبعا حاجه مرفوضه. المفروض ان الطفل انا بلعبه فنون قتاليه بعلمه علشان ده يقلل العنف مش يزوده، فدي برضو جانب مهم جدا، الجانب السايكولوجي بجانب الجانب الرياضي اللي احنا بنشتغل عليه. طيب هو الوقت بيجري، بس انا حابه برضو يعني استغل وجود حضرتك معانا دلوقتي، لو حد بيتفرج علينا من المسؤولين يعني في الرياضه وحضرتك اكيد نفسك ان الموضوع يبقى ليه اتحاد او هذه الرياضه، ونفسك أكيد كمان ان هو ينتشر اكيد في النوادي، أكيد يعني ينال اهتمام اكتر، فازاي حضرتك بتواجه رساله او يعني نقطه الاقناع هنا ان قد ايه هذه الرياضه مفيده او ان هي هتفرق لو فعلا انتشرت اكتر؟ نقطه الاقناع اللي احنا نقدر نعملها ان احنا ممكن نعمل برزنتيشن في اي وقت في اي مكان. ان احنا نقدر الناس تشوف ده، لان برضو الكابوره مهما اتكلمنا عنها تمام لازم الناس تشوفها، تشوف التيم الولاد اللي معايا وصلوا لغايه ايه ومستواهم بقى ايه، يعني من زيرو يشوفوا السبيشال نيدز عندنا ازاي بقوا اتغير الموضوع في حياتهم واثر فيها. لازم يبقى في وجودنا، يعني احنا موجودين. طب في الاطار ده هل بتعملوا مثلا فيديوهات بتكونوا حريصين على ان هي تنتشر والناس تشيرها عشان تتعرف اكتر؟ في طبعا، وهو دوت يعني اللي بيخلي الناس تبدا تيجي، وفي اطفال كتير جدا جولنا وعندهم مشاكل كتير، في اطفال عندهم فرط حركه كتير جدا معايا، في اطفال كان عندهم مشاكل في حته ان هو الخجل والكلام ده كله، ده كله بيتعالج، لان الكابويرا هي اللعبه الوحيده الفرديه بس هي جماعيه. فبتدي ثقه في النفس جامد جدا، ان طفل عنده 5 سنين يقف يغني قدام المجموعه دوت بيديله ثقه، يلعب مع حد كبير، بنت تلعب قصاد ولد، لان احنا اللعبه برده ما فيهاش لمس، فالموضوع بيدي طبعا قوه جامد جدا وبيدي ثقه في النفس جامد جدا. والله يا كابتن سليمان يعني انا دلوقتي فاتحه برده اللايف ستريم، ناس كتير جدا بعته وناس معجبه بالرياضه جدا، بتقول لك طب احنا ممكن نقدم ازاي؟ يعني في حد بيسال طب يقدم ازاي؟ بس هي بتهيألي حاجه خاصه دلوقتي بقى. هي حاجه خاصه دلوقتي، ف ممكن عن طريق برايفت حاجه برايفت. لو حد حابب اللي هو يتعلم، لان دلوقتي ما فيش مكان يعني ممكن حد يتدرب فيه، فممكن يبعت بقى على صفحه كابتن احمد سليمان وهو يتواصل معاه يعني. طب ليه مش عاملين على الاقل موقع مثلا؟ يعني قلنا مسألة عدم التبعية للاتحاد متعلق بالفنون القتالية ده خلاص أمر يعني كلمنا فيه، طبعا على الأقل يكون في موقع معين ده يساعد على نشر أو أكاديمية الرياضة. حتى صح في موقع يعني عندنا اوريدي، احنا عندنا المدرسة بتاعتنا وعندنا موقع انترناشونال اسمه كابويرا وورلد على الفيسبوك، ده حاجة مهمة جدا، في كل مدربين العالم موجودين عليه واحنا موجودين عليه يعني الحمد لله بصفه دايما. يعني اللي عايز يقدم لاولاده او هو عايز هو نفسه يشارك في الرياضه دي يدخل على الموقع ده اللي حضرتك قلت كابويرا، يخش على كوكينو بانو برازيل، طبعا كوكينو بانو ايجيبت اللي هي اسم المدرسه بتاعتنا. اوكي. طب واحنا بالمقارنه بالبرازيليين عاملين ايه في الرياضه دي؟ طبعا مأخذاً في الاعتبار ان المنبع عندهم هم. واحنا هنتكلم على حاجه الطف بكتير، انا هقارن نفسي بالدول اللي خدت الكابويرا زينا في اوروبا مثلا. احنا مستوانا الحمد لله بشهاده المدرب بتاعي ان هو عنده اكتر من 30 مدرسه في اوروبا، ان الاطفال عندنا مستوى استيعابهم اعلى بكتير، وده موجود في الفيديوز المقارنه بينها. وطبعا البرازيل احنا بنتكلم اللعبه الاولى في البرازيل هي مش الكوره، هي الكابويرا.
واللي الناس ما تعرفوش ان معظم المغنيين البرازيليين ومعظم لعيبه الكوره البرازيليين ليمار ورونالدو ناس كتير جدا بيعملوا اصلا سبونسر لمدارس كابويرا في البرازيل. أوكي. لان دي جزء من الكالتشر بتاعت مفتتحيه كاس العالم في البرازيل كان فيها لعيبه كابويرا طبعا. هايل احنا تلاقينا اتفرجنا على الاستعراضات اللي اتعملت في الافتتاح وفاهمين ان ده تابلو استعراضي مش واخدين بالنا ان دي رياضه مستقله. وفي حاجه تانية جدا كل افلام السوبر هيرو اللي الاطفال بيحبوها والكبار بيتفرجوا عليها 90% منهم بيلعبوا كابويرا ممارسين للكابويرا علشان خاطر يقدر يعمل كيكس ويضرب بستايل ويعمل اكروباتيك ويتشقلب في الهواء وينزل. هم دول لعيبه كابويرا مش لعيبه اي فن فنون قتاليه غير كابويرا لان الكابويرا بتديك ستايل جامد جدا. بس هي فعلا يعني انا هختم بالسؤال ده بس هي فعلا هتعلمني دفاع عن النفس يعني طبعا. يعني يوم ما مثلا لا قدر الله حد هيتعرض لحاجه هيقدر يدافع عن نفسه خصوصا ان احنا شفنا التدريبات ما فيش يعني اللعيبه مش بيلمسوا بعض حتى ما فيش قوه يعني ده زي نتيجة لقوة الضربه نتيجه لقوه الضربه ونتيجه ان احنا فاهمين اوريدي بعض. بس لو حضرتك لعبت حد مش لعيب كابويرا هيتاذي جامد جدا وده حصل في حادثه تحرش قريب في البرازيل واحده زميلتنا لعيبه كابويرا والاثنين دخلوا عليها مركزه حتى ما كانواش عارفين ياخدوا اقوال. لا مش فاهمه هم تعرضوا هي اللي حاولوا يغتصبوا بعرض الاثنين كانوا فعليا في العنايه مركز منهم واحد تهشم في الجمجمه لا ده خبر كويس فاللعبه يعني لا هي يعني عمليه جدا. طب رائع ونقدر نقول برضو الطفل مامته مش تبقى قلقانه ان هو يروح يمارس ده على اصحابه في المدرسه يعني نهاية. في الى حد ما كمان تغذيه للروح من خلال الموسيقى والغنى بالظبط هي حلوه الرياضه هي فيها سلام جدا والولد بيفرغ طاقه في التمرين. ما عنديش ولا حاجه حصلت بقالي دلوقتي 11 سنه ان طفل حتى تعدى على زميل لان هو اوريدي بيمارسها. احنا واحنا الاطفال صغيرين ما بنقولش ضرب بنقول بلعبهم ان الكابويرا كويستشن اند انسر سؤال وجواب مش فايت مش ضرب ما بقولوش اضرب والكلام ده خالص لغايه سن 13 سنه بيتعلم بالطريقه دي. هايل جدا مشكورك كابتن سليمان بجد فقره جميله ورياضه اجمل بصراحه كل التوفيق بقى ليكم ان شاء الله. ميرسي جدا على نورتنا وموفقين في اللي جاي كله ان شاء الله. ميرسي جدا لحضرتك. طيب احنا هنطلع فاصل سريع ثم عوده مره ثانيه عشان نكمل مع حضراتكم حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. اتفضل. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. هنتكلم في فقرتنا دي عن بطولات كره السله في النادي الاهلي خصوصا فريق السيدات اللي نجح مؤخرا في التتويج ببطوله منطقه القاهره بعد الفوز في المباراه النهائيه على فريق الجزيره بنتيجه 77-55 لتضاف تلك البطوله لبطولات هذا الموسم. معانا لاعبه بلدياتي سكندريه قادمه من نادي سبورتنج الى النادي الاهلي واحده من احدث صفقات النادي الاهلي الجديده لكره السله رنا نبيل. صباح الفل عليكي ومنوره القاهره. صباح النور سيدي. صباح الخير عليك يا رنا. وقبل الفاصل برضو احكي للناس انا قعدوا هم الاثنين عشان من اسكندريه يقول لك بقى الكبده الاسكندراني ومش عارف ايه وبتاع وانتوا في مصر ما بتعرفوش تاكلوا. والله ماشي. العظيم ثلاثه ما في مقارنه ما بين الاكل كده. طب انا هروح بعيد ليه معانا رنا كلمينا كده رنا سيبك بقى من الباسكت وكلمينا عن الكبده الاسكندراني. لا في اسكندريه غير القاهره خالص الصراحه. رنا منورانا بجد ورنا كمان عروسه جديده لسه من شهر صح كده؟ اول عروسه. لا السنه دي ختمه معاكي كويس اهلي وجواز الحمد لله ما شاء الله ربنا يوفقك ان شاء الله. نتكلم في بدايه يعني عن النقله دي نادي سبورتنج برضو انت كنت فيه من النوادي الكبيره جدا ولكن نقله اكيد اكيد للافضل للنادي الاهلي فخلينا نتكلم عن النقطه دي في البدايه. اكيد طبعا هو انا بلعب في سبورتنج بقالي 15 سنه تقريبا وبعد كده نقلت السيزون ده بس القاهره لظروف جوازي وطبعا انضمامي للنادي الاهلي طبعا ده شرف كبير لاي حد بصراحه يعني. اول يوم ليكي على الاطلاق بالنادي الاهلي سواء اليوم بتاعك كنت بتوقعي فيه عقد الانضمام واول تدريب واستقبال من اعضاء الفريق ليكي كان عامل. لا بصراحه انا كنت مبسوط يعني مبسوطه قوي لحد دلوقتي في النادي انا حاسه يعني اكني بقالي 20 سنه ولا اكتر من 20 سنه موجوده في النادي. جميل. الناس كلها كويسه قوي معايا انا مبسوطه جدا بصراحه ومرتاحه. استقبال تحسيه جيتي عيله صح فريندلي جدا يعني دي حقيقه يعني ولا كني لسه بقالي شهر مثلا موجوده في القاهره. خلي بالك النادي الاهلي من الفرق سواء في كره السله في كره اليد كره القدم الاهلي لا يقبل باقل من الفوز ولا يقبل باقل من البطولات والموضوع ده بيبقى له انعكاسات اكيد في كتف يعني تفصيله ان انت بتبقى في ضغوطات في بعض الاحيان مسؤوليه كبيره فناويه تتعاملي مع التفصيله دي ازاي؟ اكيد طبعا هو على طول الفاينل يعني انا في لما كنت في نادي سبورتنج على طول الفاينل كان بيبقى اهلي وسبورتنج قليل قوي لما يكون اهلي مثلا او حد تاني اي نادي تاني او سبورتنج واي حد تاني فانا اوريدي جايه متعوده على انا طول عمري فرقه بطل فلازم احافظ على البطوله ولازم السبيريت بتاعتي تبقى سبيريت بطل
فلا طبعا انضمامي للنادي الاهلي. الفرق بس اللي بيميز النادي الاهلي عن اي نادي تاني ان هو نادي جماهيري اكتر. فموضوع الجمهور بيفرق معاه ان هو النادي الاهلي لازم يكون على طول اي بطوله يدخلها لازم ياخدها ويتوج بيها، ما يقبلش باي حاجه غير ان هو يكون المركز الاول. وكابتن علي هاشم بقى لما قعدتي معاه والحديث يعني اللي دار غير الترحيب طبعا كان ايه بقى؟ لا كابتن علي هاشم عشرة يعني من زمان قوي، قابلته كتير بس كنت على طول بلعب ضده ضد سبورتنج في 14 16 18 فيرست تيم. قبل انتهاء الموسم اللي فات كلمني بس انا كنت ملتزمه بتعاقدي مع سبورتنج، وبعد كده كان انا كنت مبسوطه جدا ومرحبه بصراحه ان انا انتقل النادي الاهلي. بس فمش حاسه الموضوع غريب يعني كابتن علي. الموسم ده لعبت ضد سبورتنج بقى الوضع اتعكس ولا لسه؟ هو السيزون اللي فات الدوري وقف عشان كورونا في شهر 3 وكملناه بعد كورونا، فكان فاينل كان بيست اوف 3 ثلاث ماتشات مع الاهلي. واحساسك كان عامل ازاي بقى وقتها؟ لا انا كنت مركزه بصراحه مع نادي ملتزم مع تعاقدي، يعني ده النادي اللي اتربيت فيه. و لحد ما خلصنا ثلاث ماتشات خدنا تاني، الاهلي اخذ اول طبعا كنت مبسوطه، كان نفسي بس ان انا احقق اخر بطوله مع سبورتنج قبل ما اسيبهم وامشي، وبس الحمد لله. بس وبعدها رحت نادي الاهلي. جميل. طيب احكي لنا بقى عن بطوله افريقيا اللي جايه والاستعدادات، لان دي المفروض هتبقى بطوله قويه جدا. هي بطوله افريقيا احتمال تتلعب تقريبا في خلال شهرين، وفي بطوله عربيه كمان. فاحنا حاليا لسه بس احنا في السنه دي في صفقات جديده كتير، سبعه تقريبا او ثمانيه، فاحنا بس لسه الدنيا وعندنا اصابات كتير للاسف الفتره دي. فلسه الدنيا يعني في التمارين ما ظبطتش قوي، بس احنا يعني من دي 1 كابتن علي متفق معانا الصفقات الجديده وكل يعني ده تدعيمات للفريق. ده بالعكس يدينا ادفانتج على اي حد تاني ان احنا لازم ان شاء الله اي بطوله ندخلها لازم ناخدها، خصوصا البطوله الافريقيه ولو بطوله عربيه ان شاء الله لو هتتلعب والبطولات المحليه. حلو جدا. طب وانتي عروسه جديده بقى، يا ترى جوزك داعم ليكي في الرياضه ولا متضرر من كتر التمارين والبطولات والسفريات والامور؟ لا بصراحه هو احمد جوزي يعني بصراحه شايل كتير قوي، هو مدرب في النادي الاهلي. يعني لا هو مدرب في النادي الاهلي. اوكي. وكان لعيب في النادي الاهلي. بطبيعه الحال داعم طبعا. بالظبط، وكان لعيب في النادي الاهلي، فهو بالنسبه لي هو سبورت جدا في كل حاجه يعني. مدرب في النادي الاهلي. مدرب في النادي الاهلي. اوكي. مدرب ايه بالظبط؟ فرقه 9 سنين باسكت. باسكت. احنا شفنا صوره ليه يمكن معاكي صح؟ يكونش هو همزه الوصل. يكونش يعني هو سبب الانتقال من اسكندريه للقاهره ومن سبورتنج للاهلي. ما انا اكيد يعني كنت هتجوز وهعيش في القاهره بس فاشله سبب الانتقال هو ده. ربنا يسعد لك ايامك. ربنا يخليك. اكيد هو كان عايزك الاحسن، فدي خطوه طبعا بالنسبه لك كمان فيها تحدي، لان انت لازم تثبتي بقى يعني الاداء ان هو كمان افضل من طبعا لعبك في سبورتنج. انا عارفه ان انت كنتي من اللعيبه الكبار جدا في سبورتنج، انا عارفه ده، بس ان شاء الله كمان تكوني متميزه اكتر في الاهلي. طبعا. بس لازم يبقى في استعدادات ولازم يبقى في تمرين اكتر. فكلمينا كده برضو على مدار الاسبوع بتدربي قد ايه؟ اللايف ستايل عامل ازاي؟ احنا كل يوم تمرين في الاسبوع ما عدا يوم او يومين بس اجازه، وفي اوقات بننزل تمرين الصبح وبالليل. خصوصا ان احنا الاسبوع اللي فات لعبنا بطوله المنطقه كانت مؤجله من السنه اللي فاتت، فده كان اصلا في فتره يعني السيزون كان متوقف شهرين لحد شهر 12، بس بعد كده لعبنا بطوله المنطقه بتاعت السنه اللي فاتت، فده خلانا نكثف تمارين اكتر قبل الصبح وبالليل. صبح وبالليل بس مش كل يوم يعني. بس على كده بقى في دراسه مثلا انت ولا خلصتي مرحله الدراسه؟ لا انا مخلصه من زمان. مخلصه يعني اللي انت بتحكيه ده مش وقت غير للتمرينات والبطولات بس؟ انا مخلصه فنون جميله بقالي 6 سنين، وكنت بشتغل في اسكندريه بس طبعا في القاهره لسه عشان اتنقلت بس جديد فلسه ما لقيت شغل. فهو حاليا مركزه في الباسكت بس يعني. بس انت يعني شكلك صغير فعلا. انا اتفق. 27 سنه مش عارفه صغير ولا كبير. بس بكميه التمرينات دي مش عارف هتعرفي تبقي بتشتغلي جنبها ولا لا. في اسكندريه كنت كده. اسكندريه شغل الصبح وتمرين بالليل عادي مفيش مشكله. لكن هنا الدنيا القاهره برضو حسيتي بغربه لما جيتي القاهره بالمناسبه؟ لا لا بصراحه خالص. ولا انت كنت بتيجي باستمرار عشان البطولات؟ كنت باجي باستمرار عشان البطولات، وخصوصا بعد كورونا لما رجعنا تقريبا احنا كنا معسكرين في القاهره كتير، الماتشات اتضغطت اتلعبت كلها تقريبا في شهر او شهر ونص، فده خلانا نقعد اقعد في القاهره كتير، فمش حاسه بصراحه ان انا في غربه او حاجه. طيب عايز اسالك بقى سؤال تكنيكال شويه. لو هنتكلم بمنتهى الصراحه، مثلا اكيد انت كنت بتتابعي مباريات مختلفه للنادي الاهلي وشفتي ازاي الستايل بتاع اللعب واللاعبات كمان ازاي،
ولو هنقارن بنادي سبورتينج برضو او هنقارن باي نادي تاني، انت شايفه ايه نقاط القوه في هذه اللعبه تحديدا في النادي الاهلي، وايه اللي ممكن كمان يتحسن من وجهه نظرك؟ يعني ستايل لعب نادي الاهلي مختلف عن اي حد تاني، هو بريشر وحيد بس ان اي بطوله لازم نبقى مركزين فيها عشان ناخدها، ده في نادي الاهلي. فما فيش بريشر قوي على لعيب غير ان هو يبقى مركز، كل حاجه طالبها ومتوفره له، فما فيش اي وسيله ضغط عليه غير ان هو بس يكون مركز في الماتشات وفي اللعب. ده يمكن مختلف شويه عن النوادي الثانيه بيبقى فيها فريق البطل الضغط عليه بيبقى اكبر عشان الشطاره ان ما حدش ياخد بطوله وبس، ياخد بطوله ويحافظ على ان هو يفضل بطل. حلوه الفريق البطل، فريق البطل. برافو عليك مصطلح صح. على فكره من ضمن تفاصيل البطوله دي فكره الشغف وفكره ان كل متحمل مسؤوليه، يعني في تفصيله كده ليها علاقه بالروح الحقيقه. يعني شفتي ازاي حرص كابتن الفريق دينا عمرو ومجموعه من اللاعبات المصابات كمان كانوا كلهم حريصات جدا على المشاركه في المباراه النهائيه ضد الجزيره، فيعني التفصيله دي بتقف انت عند النوع ده من الامور؟ طبعا. يعني الاصابات طبعا بتاثر فينا في اي فريق مثلا بيبقى قوي، لما يحصل اصابه لاي حد لا قدر الله ده بياثر فيه جدا، خصوصا احنا الفتره دي عندنا اصابات كتير للاسف، فده خلى في بريشر اكتر على الناس اللي بتلعب، بحيث ان هي ما يبقاش في فرق ما بين ما نحسس الناس او نحس احنا شخصيا او ان احنا يكون عندنا مشكله في اللعب بغياب الاصابات يعني. بس فلا بصراحه يعني احنا للاسف كان عندنا نور علي طلعت كانت عملت حادثه كبيره قبل الماتشات، وده طبعا دي هي لعبه مؤثره جدا، ودينا قبل ماتش الفاينل مع الجزيره برضو تعبت جامد قوي ما شاركتش للاسف في الماتش، بس بالعكس ده ادانا سبيريت، هم كانوا موجودين هم الاثنين والاصابات كلها كانت موجوده، فحسيت ان احنا كلنا مع بعض موجودين سواء في حد مصاب او ما حدش مصاب، والحمد لله ربنا كرمنا وخدنا البطوله. انت اتصبتي قبل كده يا رنا؟ كتير قوي فعلا. والاصابه بتاثر مش بس يعني بدنيا كمان نفسيا، اللاعب ممكن بيبقى خايف ان هو ما يرجعش من نفس المستوى بعد كده، صح؟ هي بتحط لود نفسي على اللعيب عشان هو لما يرجع محتاج ان هو يكون يتاهل كويس قوي عشان مستواه طبعا ما ينزلش، عشان يحافظ على مكانه، بس لان الاصابه لما بتطول كل ده بياثر بالسلب على اللعيب. في جمله متداوله عبر اجيال كامله من سواء اللاعبين او حتى المشجعين للنادي الاهلي في مختلف الانشطه الرياضيه، مختلف اللعبات، جمله روح الفانيلا الحمراء، لقيت لها تعريف؟ طبعا. هو إيه يعني انا بالنسبه لي انا بحترم التي شيرت اللي انا لابساها، بحترم الكيان، ففي الملعب لازم ما بخلش باي مجهود، لازم احترم كويس قوي التي شيرت اللي انا لابساها، فعلا روح الفانيلا الحمراء. يعني انت ليه تحسيها بوضع. طبعا. جميل. طيب برضو من ضمن الحاجات اللي عايزين نعرفها منك الفترة الجاية إن شاء الله، يعني سواء أنت بصفة شخصية أو الـ يعني الفريق بشكل عام، بتجهزوا نفسكم لإيه وبتستعدوا لإيه الفترة الجاية؟ إحنا إن شاء الله هنكمل دوري المرتبط 15-12 بعد فترة التوقف، فدلوقتي احنا مكثفين التمرين الصبح وبالليل ومركزين كويس قوي عشان وانس الماتشات بدات هيبقى في بطوله المرتبط وبعدها بطوله الكاس وبعدها على طول هنبدا في الدوري ان شاء الله وفي نص البطوله الافريقيه. حلو جدا. خلينا نعرف تفاصيل اكتر بقى مع الصور، ممكن ترجعوا الصوره اللي هي مع جوزك، انا عايز اشوفها. انا مبسوطه ان هو بيجي يحضر معاكي ماتشات، سبورت على فكره المعنوي مهم جدا طبعا. انتوا اتعرفتوا على بعض من خلال الرياضه جامعتكم يعني؟ الباسكت. طب احنا عايزين نكلمه والله، هو صاحي ولا مش صاحي ويتفرج؟ لا صاحي. بصدق انها نزلت ونايم الراجل. لا صاحي موجود بصراحه، هو سبورت معايا جدا، خصوصا عشان انا في القاهره لسه مش عارفه حاجات قوي، فهو بصراحه معايا في كل حاجه يعني. ملاحظاته عليكي في اللعب بقى عامل ازاي؟ يعني هل بينتقدك؟ هل بيقول لك دايما على حاجات لما بيتفرج عليكي في المباريات بيقول لك ملاحظاته؟ مش انتقاد كانتقاد، بس هو بيشوف ايه الحاجات اللي ناقصه عندي وبيتكلم معايا فيها بحيث ان اكملها او اشتغل عليها شويه احسنها عشان ابقى احسن. طب سيبك من النواقص، بيشيد بايه تحديدا؟ يعني هو اكتر حاجه بيحبها في ستايل لعبك ايه؟ او شايف ان انت مميزه جدا في تفاصيل معينه زي ايه؟ في الديفنس، في الشوطه، ان انا الفيجن بتاعي كويس، ان انا هاديه قوي في الملعب بس.
انت فيكي ميزه انا لاحظتها عندك نوع من الوفاء. يعني انت من الناس اللي ممكن يبقى عندها لما تنتمي لحاجه بيبقى عندك وفاء ليها قوي. ده انا شعرت بيه. بتقولي انت بحترم التيشيرت اللي انا لابساها جدا. فده حلو، ده حلو جدا ان انت تربطي نفسك وعندك وفاء للنادي تلعبي معاه، فده بيخليكي تلعبي او تدي احسن اداء كمان. هو احترام كمان، يعني هو التزام احترام اكتر. بس طيب الماتش او المباراه اللي ما تتنسيش في مشوارك سواء مع سبورتنج او مع النادي الاهلي، مباركة ملابساتها غريبة عجيبة، الأوضاع اتقلبت فيها رأسا على عقب، كنتوا خسرانين بنتيجة كبيرة وعوضتوا وفزتوا انتوا في نهاية اللقاء. يعني في دايما في مسيرة كل لاعب مباريات بعينها كده ما تتنسيش. هي بصراحة ماتشات كتير مش ماتش واحد بس. كان في دوري من كام سنة، كنت وقتها في سبورتنج، كنت في سبورتنج كنا داون عن الاهلي بوينت واحد، وكان عندنا لا هزعل منك لو كسبتونا. ما هو للاسف القصه دي بقى كنا جبناها هي شخصيا في الاهلي، معلش عوضناها. كنا داون عن الاهلي بوينت واحد، وكان عشان ناخد الدوري لازم نكسب الماتش اللي جاي مع الاهلي ويتلعب ماتش فاصل. وفعلا كان بكل يعني بالورقه والقلم، هو كان موضوع صعب شويه، بس كسبنا الماتش الاولاني واتلعب ماتش فاصل تاني يوم وخدنا الدوري. ده من الماتشات اللي انا بصراحه ما انساهاش. وكان في دوره العاب عربيه برضو شاركت فيها مع نادي سبورتنج، كان في السيمي فاينل، كان عندنا ماتش وكنا خسرانين كتير بس ركزنا وعوضنا وجبت شوطين في الاخر وكسبنا الماتش. رنا عامه انا وكريم بجد بنتمنى لك كل التوفيق. للاسف الفقره خلاص بتنتهي، بس بالتوفيق يعني التتش اهو والنادي اهو، ويا رب يوفقك كده وتجيبي كمان بطولات جميله جدا مع الاهلي. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. مبروك الجواز. الله يبارك. مبروك الانضمام للنادي الاهلي. ما نشوف موضوع الكبده ده. ايوه الفاصل اللي جاي على طول، هذا الفاصل هنتناول النقطه دي عشان دي نقطه في منتهى الاهميه. طيب احنا هنطلع فاصل بعد اذن حضراتكم ونرجع نكمل معاكم فقرات حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. اتفضل. في اخر بقى فقره معانا، اصغر لاعبه في منافسات الكاراتيه النسخه الحاليه، حققت العديد من البطولات والالقاب وشاركت كمان في منافسات الكاتا جماعي انسات. هي كمان بتحب الشعر، يعني عندها تاتش فني كده كمان بجانب ان هي رياضيه يعني عظيمه او كبيره. خلينا نرحب بتقى هشام لاعبه الاهلي ومنتخب مصر للكاراتيه. صباح الخير يا تقى، نورانا. وتقى داخل علينا بالقصه اللي استخيلت ان هي لاعبه جمباز ايقاعي باليه مائي، طلع كاراتيه وكاتا وبطولات وحاجات كبيره جدا. اشمعنى الكاراتيه؟ والله هو زي اي طفل كده في النادي شبت في اللعبه كده لوحدي وانا صغيره، يعني ما جربتش اي حاجه وانا صغيره ولا سباحه ولا زي ما بيعملوا دلوقتي. وانا صغيره شفت اللعبه عايز اشترك. كنت بتضربي اصحابك او حاجه؟ لا لا خالص والله، انا طيبه جدا. باين عليك على فكره، عشان كده يمكن احنا مستغربين شويه. اشتركت بقى فيها، وبعدين المشوار بقى بدا واحده واحده، المدربين تلاحظ ان انا مميزه، بقيت اجيب بطولات جمهوريه، اخش المنتخب. الحمد لله ربنا كرمني، بقيت اسافر بطولات عالم وافريقيا ودورات العاب. ما شاء الله ما شاء الله. ولسه بقى مكملين ان شاء الله. برافو عليكي يا تقى بجد، احنا بنهزر معاكي طبعا. لا بجد انا مبسوطه بيكي جدا. وخليني بقى اروح معاكي كده لتفاصيل اكتر الرياضه. يعني انت شايفه مستوانا في الاهلي لحد دلوقتي ايه من وجهه نظرك؟ ايه اللي بينقص؟ ايه اللي بيميزنا عن مثلا نوادي اخرى؟ وازاي كمان فكره هنا ان احنا عالميا ناخد مراتب اعلى؟ يعني عايز اعرف كمان، معلش هو سؤال مركب شويه، بس ايه اكتر الدول اللي هي واصله لرانكينجز كبيره في اللعبه دي؟ هو عامه اكتر الدول اللي واصل رانك نمبر 1 يعني هي اليابان، يعني هي اساس اللعبه فيها. صحيح. اليابان، واحنا برضو واخدين وضعنا برضو في بطولات بره، يعني احنا لما بنسافر بره بطولات دوليه يعني اسمنا بيبقى واخد وضعه كويس. يعني احنا لاعب مصر الماتش ده تقيل. بالنسبه بقى النادي الاهلي طبعا، هو اللي يميزه الاداره القويه بتاعته، ان احنا دايما يعني زي ما بيقولوا كده يد واحده، يعني دايما نبقى في مركب واحده، هنكسب كلنا هنخسر كلنا. صح. مفيش حد بيأثر في اي حاجه عشان المنظومه تكتمل يعني تعلى. برافو عليكي. صح. بس هو ده الجمهور بقى. انت لا والجمهور طبعا. طب كلمينا بقى عن يعني الاستعدادات وتصفيات بطوله العالم. هي بطوله العالم اللي انا لعبتها كانت 2017. كان ساعتها الاستعدادات كنا معسكرين دايما في المنتخب، 3 تمرينات في اليوم مثلا. ممكن نصحى الفجر نروح نجري في الرمله، بعد الظهر عندنا مثلا تمرين كاتا، ممكن نديها تمرينتين تاني بالليل. يعني كنا بنتمرن اكتر حوالي 8 ساعات في اليوم.
وكانت اقامه بقى كل التيم قاعد مع في نفس المكان عشان ما نفصلش طبعا. والدراسه برضو كنا بنحاول نوفق بين الحاجتين يعني عشان ما يبقاش في تاثير، كنا ساعتها في الدراسه يعني. مهمه مش سهله برضو بالذات لما يكون التمرينات كتير بالشكل ده او مكثفه للدرجه دي. ايوه هي مسؤوليه كبيره قوي على اللعيبه وعلى المدربين وعلى المنظومه كلها، الموضوع يعني بيبقى نفسيا وبدنيا وكل حاجه، بس الدنيا بتمشي يعني وربنا بيسهلها. ليه اوقات الناس بتعتقد ان العاب مش القوه دي هي رياضات الدفاع عن النفس تحديدا اللي منها الكاراتيه بتبقى الى حد ما انعكاس ان شخصيه اللاعب او اللاعبه دول ممكن تكون شويه عنيفه؟ مع ان انا شايفه وشفنا انا وكريم برضو ضيوف كتير لا يعني بالعكس ما اثبتوش النظريه دي، اثبتوا العكس. ف بس انت من وجهه نظرك يعني هل فعلا بتاثر عليكي؟ هل فعلا فرقت في شخصيتك شويه الرياضه دي؟ هي ممكن تكون فرقت في شخصيتي في ان مثلا الرياضه بتعلم الانسان يبقى يعرف يتعامل مع الناس بطريقه كويسه، مع المدربين، مع الناس اللي حواليه، يتعامل بطريقه مهذبه يعني. هي بحسها كده يعني خليتك اكتر هدوءا مش عنفا. لا انا اي حد مثلا يشوفني بتلعبي كاراتيه هتضربيني، انا هقول مش هضربك. بالمناسبه مفيش مره لجأتي الموقف زي كده موقف في الحياه العاديه حد مثلا ضايقك حد عاكس؟ لا ما تقوليش لا يا لا والله لغايه دلوقتي مفيش اي موقف. ما اتخانقتيش في حياتك خالص؟ لا لا والله رياضه يعني اي مثلا بلعب كاراتيه مش معنى كده ان انا هبقى عنيفه وهضربك. لا بس احنا بنتكلم في اطار دفاع عن النفس، مش بنتكلم في ان انت بتفتري على الناس يعني يعني حد ضايقك جيتي ظرفاه كاته وقف يعني، فاهم قصدي؟ ايوه لا هو التمرين يعني مثلا انا تمريناتي بخلص التمرين خلاص بفصل يعني، انا مش هفضل طول حياتي يعني مش عايشه طول اليوم في الكاراتيه يعني، انا تمرين اركز في التمرين كل حاجه واعمل اللي عليا وباقي اليوم بتاعي بقى اشوف حاجتي اعمل اللي انا عايزاه في دراسه في كده. لكن الرياضه مش معنى ان هي كاراتيه بقى هتاثر عليا في العنف، ممكن تكون تدي ثقه اكثر ان انت هي ممكن تدي ثقه كبيره قوي يعني ان الواحد ماشي اما بحقق انجازات ومش عارف ايه بيبقى مبسوط قوي بيها، فبتدي ثقه بالنفس مع التعامل بالناس. مين من اهلك كان حابب قوي انك تروحي الرياضه دي تحديدا ومين كان معارض؟ لا انا ما عنديش حد كان معارض الصراحه يعني، انا ماما وبابا من وانا صغيره سبورت جدا ليا، وبرده تيتا وجدو يعني تيتا وجدو وانا صغيره كانوا يروحوا معايا التمرين يقعدوا معايا فكانوا سبورت جدا ليا، فلغايه دلوقتي والله يعني مثلا ساعات الواحد يجي عليه ان هو تعب نفسيا او كده بس لا هم اللي بيخلوني اكمل عشان اوصل لهدفي. لا ده في 19 سنه تعمل ضغط ضغوطات في البطولات والحاجات دي احنا بنهزر بتعمل توتر ساعات. بالمناسبه هل الرياضه والتفوق الرياضي اثر عليكي بالسلب دراسيا مثلا او على حياتك الاجتماعيه بشكل عام؟ هو ممكن حياتي الاجتماعيه اكتر يعني في الدراسه يعني بظبطها، عندي امتحانات اخلص تمرين اروح اذاكر. انت في تاني مرحله دراسيه حاليا؟ انا في تانيه كليه بزنس انفورماتكس بي اي اس. اوكي ففي الدراسه بتتظبط، لكن مثلا في الحياه الاجتماعيه ممكن الواحد بيضحي مثلا عندي مثلا عزومه لا معلش عندي تمرين خروجه معلش عندي تمرين بقدر اضحي بالجزء ده اكتر، لكن في الدراسه غصب عني لازم. كويس انك عارفه تعملي الموازنه دي بالذات مع في تفصيله الدراسه يعني. ما هو لو الواحد ما عرفش يوازن الحاجتين ما ينفعش ياثر في حاجه منهم. اكيد اكيد بس كده. والفتره الجايه بقى ان شاء الله عندك ايه بعد طبعا اكيد كان في مرحله توقف نتيجه كورونا زي كل الالعاب على مستوى احنا عندنا بطولة افريقيا هتتعمل في مصر في شهر 2 ان شاء الله يعني. دي اول بطولة. دي اول بطولة. ما كورونا ما جت كل حاجة وقفت، تمارين كان كل حاجة بقى ماشية اونلاين، نتمرن في البيت عشان ما نقفش. بعد بطولة افريقيا في الاولمبياد ان شاء الله، بس دول كابتن سارة واحمد اشرف الكبار هم اللي هيلعبوها ربنا معاهم. وبعدها بقى المفروض بنسافر بطولات دولية سيريس ايه وبريمير ليجز عشان نعلي الرانك بتاعنا عشان نشارك في بطولات العالم ان شاء الله. عايزة اقولك ان برضو انا فاتحة اللايف ستريم وحلو ان احنا يبقى فيه تواصل وناس كتير بتقولك برافو عليكي بس تقول ما شاء الله، فناس كاتبة حاجات جميلة، مثال حلو ان احنا نشوف شابة صغيرة وفي نفس الوقت يعني محققة حاجات كويسة جدا على الصعيد الرياضة، وبرضو ان شاء الله برضو في توازني ما بين الرياضة وما انت فاضلك سنتين وتتخرجي صح كده؟ عايزة تشتغلي ولا حابة تركزي اكتر في الرياضة او الاحتراف بعد كده؟ لا الاثنين برضو ما الواحد لازم برضو يحقق كارير في الحياة الاجتماعية والحياة الرياضية وكل حتة. انت نفسك تشتغلي ايه؟ والله يعني مش عارفة لسه، بس هو أنا في بيزنس أصلا فطبيعي أشتغل، عايزة أشتغل في شركة حلوة يعني.
يعني ما عنديش حاجه معينه لسه، بس لازم يبقى ليا وضعي برضو. كان ليكي وضعك قوي قدام بطله ناميبيا في وقت من الاوقات. بطله مين؟ ناميبيا. كانت في رواندا، كنت بلعب بطوله افريقيا فردي، كسبتها 5-0. وخدت ميداليه ذهبيه في بعد اللقاء. خدت اول، كسبتها 5-0 الحمد لله. امال ليه حاسسين ان انت مش فاكره اللقاء من كتر البطولات بقى ومن كتر بقى الله بيصلي على النبي؟ لا والله. وفي 2017 برضو كنا بنلعب الفاينل على الارض، يعني احنا كنا بنلعب اسبانيا والبطوله كانت في اسبانيا، فكان ماتش صعب جدا بس كسبناهم برضو 3-2، فدي من احلى البطولات اللي انا لعبتها. طيب من ناحيه بقى نتكلم عن، يعني احنا نحب كده نروح لكل الزوايا، فمن ناحيه الارتباط حابه ترتبطي اكتر بحد برضو رياضي؟ بصي اول ما سالتي على الارتباط جت عامله كده، عارفه دي على طول والله العظيم انت بتفلوس السؤال جت عامله كده. والله مش بفكر في حاجه زي كده دلوقتي. ما هو اكيد 19 مش هتفكري، بس انا بسالك يعني عشان بصي لو واحد رياضي الى حد ما ممكن يكون متفاهم اكتر ممكن طبيعه يعني حياتك لايف ستايل. ممكن هو ممكن هي الرياضه فعلا كلايف ستايل يعني حاجه ما تبقى عاده طبيعيه يعني ما تتقطعش يعني حتى لو بطلت. انا ليه بسالك انا وكريم السؤال ده؟ لان احنا حابين يبقى فيه يعني استمراريه. أيوة. مش قصه بس ان احنا يعني عايزين نتطرق لحته شخصيه والله ابدا، بس احنا حابين ان دايما حتى بنسال السؤال ده لو راجل معانا، يعني احنا بس مش عايزين حاجه تاثر يعني لا الشغل ولا مثلا دراسه اخرى ولا ارتباط، ان احنا لما يبقى عندنا النموذج الناجح حابين ان هو بجد يكمل ويجيب لنا بطولات اكتر. فمهما حصل اوعدينا بس يعني من النقطه دي. ايوه ممكن ما يبقى حد رياضي هيقدر الظروف اكتر لو انا لسه مكمله بالزبط. بس ان شاء الله يبقى في مستقبل. احنا شايفين لك صور لطيفه جدا برضو. عايزين نسمع تعليقك كده على كل صوره. كابتن طارق المنتال كوتش بتاعنا وجه له تحيه كبيره قوي، بيفرق معانا جدا في البطولات، بيرفعنا معنويا. كابتن هاني مدرب منتخب برضو ربنا يخليه. ودي كانت في دور بطوله افريقيا اللي فاتت كنا جبنا فيها تاني، كنا في المغرب. اوكي. كابتن مصطفى العتال مدربنا حاليا في المنتخب، وشهد واسماء دول معايا في التيم. ودي برضه التيم كله بقى كنا في بطوله افريقيا برضه نفس البطوله. البطوله جبنا بقى الميداليات والدبادي. وده كابتن محمود مصطفى المدرب بتاعي بقى له حوالي 10 سنين، واحب اشكره جدا على تعبه معايا. شكله شخص لطيف جدا على فكره، يعني ما تشرفناش بمقابلته ان شاء الله. بالنسبه لي اب الروح يعني. هو باين عليه سيماهم على وجوههم زي ما دي سلمى بطلة العالم في سبيشال نيدز، يعني ما شاء الله. بحيهم كلهم بجد ابطال. ما شاء الله ابطال فعلا. نماذج نماذج محترمه جدا في المجتمع. وده انا كنت في مؤتمر صحفي. ف انت اتكرمتي من كام جهه؟ يعني خلينا برضو نعرف. انا اتكرمت الحمد لله. انا شفت صوره ليكي مع دكتور اشرف صبحي. طبعا اتكرمت منه مرتين السنه دي الحمد لله، وفي اول السنه برضو خدت وسام الجمهوريه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فدي كانت اكبر حاجه شخصيا بالنسبة لي. طب اتكلم معاكوا في ايه مثلا؟ هو قعد يشجعنا، هو ما كنتش انا لوحدي، كان معايا كذا رياضه والابطال كلهم كانوا موجودين، بس ان هو يعني معنويا رفعنا سبورت كبير قوي. فكانت حاجة أكبر وسام ده بالنسبة لي. كنت صرحتي في وقت من الأوقات إن أنت حزينة جدا لضياع الذهبية بطولة الألعاب أو دورة الألعاب. كنت متضايقة جدا. إيه اللي حصل؟ كانت ملابسات الضياع كانت عاملة إزاي؟ الماتش كان قريب جدا يعني، بس ساعات بتبقى فيه حاجات سياسية كده فالدنيا بتبوظ مننا. بس تتكلم في السياسة. تتكلم في السياسة. لا يعني في بطولات مثلا لو هي صاحبة الأرض وكده يبقى لها اعتبارات هي اللي هتاخدها. مع إن الماتش بيبقى قريب يعني الدنيا بتبقاش يعني كان الماتش لينا أكتر. أنتِ بالمناسبة حاسة إن أنتِ مميزة تحديدا في إيه في الرياضة دي؟ يعني هل هي مثلا القوة؟ هل ستايل؟ هل يعني هو احنا انت طبعا عارفه المفردات اكتر. السرعه الكتا عندنا لازم كله مع بعضه، يعني اللاعب المميز يبقى مميز في ده وده وده. يعني الحمد لله اي مدرب بيشوفني يقول لي انت لعيبه مميزه. مثلا عندي سرعاتي كويسه جدا ورد فعلي سريع، فهي اللعبه عندنا لازم الباور والسرعه والاستنصات والتكنيك نفسه يبقى كله صح. فهو انت لو لاعب مميز خلاص انت مميز في كله. أوكي. فالشطاره بقى ان الواحد يطور في الحته دي، مش انا مميز وهقعد خلاص انا مميز. طب انت بتحبي تطوري من نفسك ومن قدراتك؟ بتعملي من نفسي يعني لازم اتمرن واركز اكتر، يعني ممكن التركيز اكتر بالتمرين. أوكي.
يعني مثلا بتتابعي لاعبات العالم المميزات والمحترفات، بتشوفي بطولات عالميه، بتتابعي الفيديوهات دي على اليوتيوب؟ طبعا لما بنسافر مثلا بشوفهم قدام عيني، يعني ما بقاش شايله عيني من عليهم، حتى لو هم مثلا مش بيلعبوا على الماتش دلوقتي بيسخنوا تحت. أوكي. بنزل اتفرج بيعملوا ايه، اسلوبهم عامل ازاي، تعاملهم مع بعض، مش اللعب بس يعني اسلوبهم عامه. فيديوز بقى كل حاجه، ده 24 ساعه الصراحه. برافو بجد ان انت بتطوري نفسك. الواحد لما بيتفرج بيقلد، فلما هقلد حد عالمي فدي حاجه حلوه. هنختم معاكي بقى بالسؤال عن المقدمه اللي انا قلتها، اللي هو انت كمان بتحبي تكتبي شعر. يعني فنانه كمان. طب ايه الجزء ده بقى؟ هو ممكن يكون وراثه سنه من ماما، انا ماما بتعرف تكتب شعر برضو، بس يعني بيطلع كده فجاه. طب مفيش حاجه فجاه كده واحنا قاعدين بنختم حلقتنا؟ والله لا دلوقتي مش جايه حاجه في بالي، بس مثلا لما ببقى قاعده مركزه في حاجه معينه وحاجه مقصره فيا جامد قوي، الاقي دايما ان انا جنبي ورقه وقلم لازم اكتب اللي جاي في بالي، فبالاخر بيطلع يعني شعر حلو جدا. طب برافو عليكي. بلغه عربيه بقى فصحى ولا عامي؟ يعني لا عمي، ممكن يكون فاني اكتر. طيب. انت نورتينا يا تقى، وسعداء جدا بوجودك وسعداء بانجازاتك في السن المبكره دي، وان شاء الله ليكي مستقبل يعني ناجح جدا باذن الله يا رب ان شاء الله. عايز بس اشكر بس اهلي عشان هم بيتعبوا معايا جدا، واشكر كابتن عمرو سعد مدرب الفتنس بتاعي، وكابتن محمود مصطفى، هم الاثنين يعني جملهم فوق راسي، واداره النادي الاهلي والاتحاد المصري للكاراتيه. تحياتنا ليهم جميعا ونورتينا. نورتينا يا تقى. وحابه برضو اقرا شويه حاجات من اللي مبعوته على دلوقتي اللايف ستريم. يعني حد بيقول استاذ محمد عادل اللقاء زي العسل مع بنت بشخصيه وروح الاهلي. وفي ناس بتقول صباح الورد الاحمر البلدي، صباح الخير، برنامج جميل، ربنا يوفقكم. كلام بجد والله العظيم، انا بحب اقعد اقرا الحاجات لان هي كلام كلها فيه تشجيع وكلام كله جميل، يعني من جمهور حقيقي اجمل. نشكركم على حلقه النهارده واول الاسبوع زي ما قلنا. نشوفكم ان شاء الله بكره وحلقه جديده 10 الصبح في الاهلي. الى اللقاء.